السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. هذه زهور البهوليوم كلينشوا، طبعا من العصاريات. زهورها أجراس جميلة جدا، تكثر عن طريق الأوراق، عن طريق الورقة هذه تكسر وتزرع، أو عن طريق، تشاهدون هذه الصغيرة، هذه ترمى لها بحوض بدون غرس وبدون شيء، تزرع على طول سريعة التكاثر. يعني تقريبا هذه فيها أكثر من 60 حبة، ما شاء الله تجي بأعداد كثيرة. طبعا ممكنك تزرع الورقة نفسها، القص من تحت من هنا، أو كما أسلفت وذكرت لكم، هذه كل الحالة، هذه نبتة الحالة، ثم توضع فقط بس كذا، يبلل التربة اللي حولها، ويفضل بيتمس، نعم، أو بتنكسوه، يترك كذا ويرش رشة خفيفة ويتابع بلله، رش سرداد أفضل كذا، هو تطلع جذورها من تحت، سبحان الله نبتة مصغرة. أو الطريقة الثانية، توضع الأهم هذه على السريع. طبعا في قبل أسبوعين أو قبل أسبوع بالضبط تم زراعة هذه، سبحان الله جذرت بسرعة، نموها سريع جدا جدا. هذا، والسلام عليكم.